إذا كنتمنى أنكم كلشي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نحاولوا أننا نجاوبوا على هاد لي كيستيون كيستيونير ديال كيستيون ريبونس. السؤال الأول ما باينش، هذه راه الصفحة 73 عندكم السؤال. سي أ كتساوي ناقص 4.5 و بي كتساوي 6.4، دونك ألوغ أ بلس بي إيكال أكوا؟ إذا المجموع ديالهم شنو كيساوي؟ عندنا المجموع ديالهم هو مجموع عددين عندهم إشارتين مختلفين. إذا كناخدو إشارة العدد الكبير لأنه موجب، إذا إما واش غيكون أ أو لي يكون سي، إذا ما يكونش بي لأنه سالب، وكنديرو فرق ما بيناتهم، إذا فرق بيناتهم غادي يعطينا أقل من 2، وبالتالي الجواب الصحيح عندي هو سي 1.9. إذا هذا هو الجواب الصحيح. مزيان، إذا نمشي للجواب الثاني. سي أ تتساوي ناقص 10 و بي كتساوي ناقص 7، ألوغ أ ناقص بي إيكال أكوا؟ إذا أ هي ناقص 10، ناقص مع الناقص هي الزائد، كتولي عددان عندهم إشارتان مختلفين. كناخد العدد إشارة العدد الكبير اللي هو ناقص هو 10، كناخد وكندير فرق العددين 10 ناقص 7 كيعطيني 3. إذا الجواب ديالي هو ناقص العدد 3. إذا هذا هو بون ريبونس. نمشي للسؤال رقم 3. قالوا لي الصوم ديال موان 10 بلس 10 ايكال اكوا؟ اذا انا كنعرف بان الموان 10 والبلس 10 شكون هما؟ هما دي زوبوزي، قلنا عليهم بانهم اوبوزي. اذا المجموع ديال لي زوبوزي كيساوي ياش 0. اذا لا بون ريبونس سي إذن السؤال رقم 4. لصوم هو المجموع ديال ناقص 4.3. إذا كي غتكون الكتابة؟ إذن غتكون ناقص 34.5. قالوا لي لصوم يعني زائد هو لصوم ناقص 34.5. مزيان، إذن هنايا كندرسو الإشارة، ديال هاد الإشارة مع هاد الإشارة كيعطيوني بجوج ياش ناقص، إذا ناقص عددان لهما نفس الإشارة، ناقص وناقص، إذا الخارج غادي يكون ناقص، وكنجمعو العددين 34 و34 كتعطيني 68.5 هي 69. إذا الجواب الصحيح ديالي هو رقم سي، هذا هو الجواب الصح. مزيان، إذا نمشي للسؤال الموالي. La puissance de 10000 exponentielle 3 égale à شنو؟ إذا حنا نتوما باقي ما قريتوش la puissance. إذا la puissance هو القوة، إذا القوة ديال 10 أس 3 كتساوي شنو؟ إذا 10 أس 4 الأصفار نكتبها على شكل 10 أس 4 والكل أس 3. إذا القاعدة كتقول لي إذا كان هذا العدد أس 3 يعني كيساوي شنو؟ كيساوي هو 10 في 4 في 3، إذا كيساوي 10 أس 12. إذا هذه القاعدة، وبالتالي الحل الصحيح ديالي هو لو بي اللي عطاني بي كيساوي 12، هذا هو الحل الصحيح. إذا غادي نمشي نشوف لو برودوي، 48.3 مضروبة في 10 أس 3 إيكال. إذا واش 483؟ واش 48.3000؟ واش 48000؟ إذا أنا باش نبين الحالة ديال هذا، غادي ندير بأنه هو 48.3 مضروبة في شحال؟ مضروبة في 1000، 1، 2، 3. إذا الفاصلة، ديالي غادي تنقل لجهة اليمين بشحال؟ بواحد، جوج، ثلاثة. إذا غادي نزيد هنا ها 1 ونزيد 0 جوج ونزيد 0 3. إذا الجواب الصحيح فين هو؟ إذا الجواب الصحيح هو سي. ندير كوش هنا. تخي بيان،
question numéro 7, le produit moins 14 fois 3 égale. Et bien, nous avons un arbre. Nous avons un arbre le moins multiplié fois le plus. يعني اش كيخرج ليا الخارج كيخرج ليا لو برودوي غيكون نيجاتيف. قلنا الا كان البرودوي فاكتور موان فاكتور بلس، اذا لو برودوي كيخرج نيجاتيف، اذا هذا ما غاديش يكون هو لانه بوزيتيف، اما غيكون ناقص 42 اما غيكون ناقص 11. اذا انا باش غادي نحسبو غادي ندير 14 مضروبه في 3 وتعطيني هي 42، بما انني عندي الموا اذا موا 42، والحل ديالي هو بون ريبونس. غادي نكوشي ا تري بيان. اذا نمشي للاكسبرسيون 8، لو برودوي 6 ملتيبلي اونتر بارونتيز موان 3 بلس 2 ايكال كوا. اذا انا باش غادي نعرف نحاول انني نصاوب لوبيراسيون ديالي، اذا عندي 6 multiplié quand ça par le حساب entre parenthèses et de moins 3 plus 2 مجموع العددين عندهم اشارتين مختلفه. اذا شنو كيساوي؟ كيساوي ليا كناخذ الاشاره ديال العدد الكبير اللي هو 3 وكندير فرق العددين اللي هو 1. اذا اي عدد كنضربو في ناقص 1 كياخذ لوبوزي ديالو اللي هو ناقص 6. اذا ا عندي كتساوي ناقص 30، بي كتساوي 30، و سي كتساوي ناقص 6. اذا بون ريبونس هو لو سي اللي كيساوي ناقص 6، وغادي نكوشيو على لا كاز ديالها. تري بيان، دونك نمشي لا بويسونس. اذا 9 لا بويسونس دو موان 10 او كاري اي ايغال. اذا دائما فاش كتكون عندي لا بويسونس هنا موجبه، يعني فيها جوج أربعة ستة ثمانية، هادو كاملين إلا كانوا في الأس ديما الأس كيكون ياش كيكون بوزيتيف، كيكون ياش بوزيتيف ديما الأس كيكون موجب، إلا كان فيه هاد الإكسبوزون فيه جوج أربعة ستة ثمانية. إذن هنايا 10 شناهي؟ هي 10 فوا 10، هي موان 10 فوا موان 10. اذا الموان الموان كيعطيني البلوس، و 10 10 كيعطيني 100. اذا هذه لا، هذه لا. اذا لا بون ريبونس ديالي هي بي كتساوي 100، وغادي نكوشيو 100. تري بيان، دونك نمشي لا كيسيون فينال. قالوا لي لو برودوي 10 او كاري ملتيبلي في 10 او كوب ايغال اكو. دابا هنايا قضية حامضة اللي ما عرفش القواعد ديال لا بويسونس. فوالا كتقول لي القاعدة ديال لا بويسونس بان 10 لا بويسونس ان ملتيبلي في 10 لا بويسونس ام كتساوي ليا شنو؟ 10 لا بويسونس ان زائد ام. هذه هي القاعدة. اذا هنايا عندي نديرو تطبيق عدد، إذا عندي 10 أس جوج مضروبة في 10 أس 3، إذا هي 10 أس جوج مضروبة في 10 أس 3. طبقوا معايا القاعدة، هي 10 أس جوج زائد 3 اللي هي 10 أس 5. ماشي هي هادي وماشي هي. إذا لا بون ريبونس هو هذا. إذا خليتكم على خير.